الخرطوم تكتب وتطبع وتقرأ هو العنوان الأبرز للدورة 12 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب. لم تمنع التحولات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بعض دول العالم العربي وصول أحدث الإصدارات العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية. احنا بنقدم الكتب الأكاديمية للجامعات وبنحس بدهوت في طلاب العلم والماجستير والدكتوراه بيجوا يشوفوا الكتب، فبنعرف مستوى الثقافة من هنا. للمرة الأولى تتيح الخرطوم أماكن عرض مخصصة للكتاب السودانيين وأحدث إصداراتهم بعد أن تراجعت عمليات المصادرة التي كانت تتم سابقا. والله كانت لحد السنة اللي فاتت كانت في حاجة زي دي، لكن السنة اللي قبل اللي فاتت دي كان أحسن شوية، ماشيين فيها تحسين، لأن الدول البرة ما عندها حاجة ممنوعة، يعني أي كتاب بيدخل يعني. وزارة الثقافة السودانية تقول إنها كرست هذه الدورة للكتب والإصدارات الجديدة وجعل المعرض رافدا لإقامة نحو 1000 مكتبة مجانية في أنحاء السودان المختلفة لتبادل الكتب وتشجيع القراءة، مع التأكيد على حرية النشر والعرض. المنع الذي ظل يتم في الفترات السابقة هو منع بالقانون، هو ليست مصادرة للكتاب، وإلا لما جاء الناشرون من كل العالم العربي بهذه الأعداد الكبيرة وجاءوا إلى الخرطوم. هذه دلالة على أن هنالك حرية واسعة، ولكن نؤمن قضية الأمن القومي في أخلاق الناس وقضية الأمن القومي في عقائد الناس ودياناتهم. على مدى 12 يوما تعيش الخرطوم على صدى الكتاب ولياليه المصاحبة التي تشمل الندوات والليالي الثقافية. برغم التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة العربية ومن بينها السودان، إلا أن معرض الخرطوم الدولي في دورته 12 جاء حافلا بالعديد من الكتب التي حكت الواقع العربي، ما يؤكد أن الثقافة تقود المجتمع. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.